بنساعدكم عسى بتعرفون كيف تدخرون الراتب وتحديدا في وقت المناسبات، وقت يعني هذا أهم وقت، فكلنا نحن نعرف أن هذا الأمر يعني ربما يكون في غاية الصعوبة لدى الكثير من الموظفين اللي يسعون دائما للسيطرة على هذه العادة، لأنهم اعتادوا في حياتهم على أن المصروفات تساوي الإيرادات، وغالبا ما يواجهون مشاكل كبيرة في الإنفاق بالتزامن مع حلول الأعياد والمناسبات. عبد الله جاي العيد قريب، خبريني كيف بتحوشين مجمع شيء؟ الله كريم. الحمد لله. مشاهدينا دائما يبقى هناك طرق عملية وعلمية أيضا في ادخار الراتب وترشيد استخدامه، وذلك لتوفير بعض الأموال في وقت الحاجة إليها. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع والمساعدة في طرح حلول فعالة، معنا عبر الزوم ضيفنا الدكتور عامر عاشور، خبير ومستشار مالي. حياك الله دكتور. أهلا بك وبالمشاهد. مساك الله بالخير دكتور، يا أهلا بك. اهلا بك عبير، اهلا بك عبد الله. الله يسلمك يا دكتور. طبعا في البدايه نحن نرحب فيك، فكنا ودنا تكون معنا في الاستوديو ولكن الزوم شوي طاغي اليوم من هذين. لو تحب يعني لو تخبرنا عن افضل طرق لادخار الراتب الشهري، ونبغى يكون الطرق كذا بسيطه مقننه. صحيح. اول حاجه في شغله كتير مهمه لازم انت تعرفها والمشاهد، انه قديش الحد الادنى من الادخار. نعم. دائما احنا بنقول الحد الادنى من الادخار 12%. نعم. لازم تضرب راتبك ضرب 12% يكون الحد الادنى من الادخار. هذا واحد. اثنين، في ناس مبرمجين زي الكمبيوتر، مجرد ما ينزل الراتب ما بيفكرش في الادخار، للأسف بيفكر بس كيف يصرف. ففي ناس ايوه بالضبط، ففي ناس مبدأهم شو عبير؟ انفق ثم انفق ثم انفق ثم ادخر. على هذا الكلام دكتور، اصرف ما في الغيب يصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذه القاعدة لا أؤمن بها. أنا بقول خطط حياتك المالية بالشكل الصحيح، عشان هيك دائما بنقول لهم ادخر ثم ادخر ثم ادخر ثم انفق. إن شاء الله نطبق. لأنه موضوع الادخار كتير كتير مهم. بعدين أنت تنسيش إنه إحنا داخلين هلأ على فترة إحنا بنسميها فترة الصرف السنوي. نعم. بتعرف إنه 47% بتصرف من دخلك السنوي خلال الثلاث أشهر الجايين، عندك أعياد، عندك سفر، عندك صيف، عندك مناسبات، ف 47% من مصروفك بتصرف خلال هذه الفترة. نعم. مين اللي بيجاوبك؟ اللي هو صديقك المدخر الادخار. نعم. اللي أنا بعتبره دائما صديق. صديق وقت الضيق، هو اللي بيساعدني، هو اللي بيقف معي، هو اللي لو صار في عنده شوية طوارئ. صحيح. فعشان هيك في موضوع الادخار كتير كتير مهم. في حاطيك أنا التجربة الصينية في سنة 1990، وأنا أتمنى إنه تتبناها الحكومة. في سنة 1990 الصين بدأت تلاحظ أنه في عندها نمو اقتصادي. نعم. فقالت لك أنا في سنة 1990 عشان النمو الاقتصادي هذا يكتمل لازم نزرع ثقافة وتوعية مالية لدى الناس. نعم. طب وين نبدأ عبد الله؟ راحوا بدوا في KG1، يعني في جميل. الأطفال. جميل. الصغار. في سنة 1990، إحنا اليوم في 2022، التوعية اللي صارت إنهم كيف يدخروا، كيف يكونوا تجار، كيف اليوم الطفل اللي دربوه في سنة 1990 اليوم هو التاجر. صحيح. بعد 32 سنة. جميل. فعلشان هيك أنا بقترح على من خلال وزارة التربية والتعليم إنه تزرع ثقافة الادخار وتعمل توعية لدى الأطفال عندنا كيف يفكر إنه يدخر، كيف جميل. يدير باله على فلوسه، كيف يكون تاجر صغير، مش غلط الوزارة توزع حصلات أو سقطات، كيف هي الدخر، مش غلط أن نعمل في التعليم والهذا إنه هو مسابقة إنه إحنا كيف إن اللي بيدخر أكثر نساعده. فهذه الشغلات لازم تضرع كثقافة عنا عشان إحنا نحصدها. ليش؟ طبعا. لأنه إذا أنا بزرع هذا الإشي بالأطفال بكرة حينمو تاجر، لكن إذا ما زرعت في ثقافة الادخار راح ينمو مدين عليه ديون. صحيح صحيح. فعلشان هيك كتير كتير هذه الشغلة أنا أتبنى إنه يتم تبني الفكرة كبرنامج وطني ونزرع ثقافة وتوعية مالية لدى الأطفال. أكيد الرسالة وصلت. أكيد دكتور طبعا. أكيد أكيد دكتور. الله يخليك. هلا عبد الله، كيف إحنا ندخر؟ أسهل طريقة في الادخار إنه أنت لازم تعيد برمجتك إنه أنت تدخر، بحيث احنا بنسميها سياسه التلزيم. نعم. لزم حالك. يعني انا بقعد مع ناس بعمل لهم اعاده هيكله، باجي على عبد الله بقول له دكتور انا مشكلتي بعرفش ادخر. فانا بروح ايش بعمل؟ بعمل له سياسه التلزيم، بلزمه. عبد الله اشتري شقه، القسط حيكون ادخار. عبد الله اشتري. صحيح. عبير اشتري. صحيح. ارض، القسط حيكون ادخار. عبير اشتري ذهب، الذهب هذه ادخار. هذه احنا بنسميها سياسه التلزيم. يعني انا باجبرك انه انت دكتور بتقول لعبير اشتري ذهب، الادخار ما بخليه. بتقول لعبير اشتري ذهب، بتقول حق زوجها مسكين اشتري لي ذهب.
ذهب غالي بعد الادخار ما بيصير ما بيصير ادخار بيصير صرف عنده هو مسكين. لا 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 ممتاز الدخل عبير اشتري ايش ذهب مصوغ اشتري سبايك نعم سبايك يسبيك عندك 10 جرام ان شاء الله لحد 31 جرام ان شاء الله لانه السبيكه لما بتدخليها بتبيعيها بتكون كتير كتير ممتاز ان شاء الله فهذه احدى الادوات جميل المناسبات عبير كنت تكلمين عن المناسبات دكتور يعني انه لو نتكلم عن موضوع المناسبات والاعياد يعني هل الموضوع مقلق لفئه كبيره يعني كيف ان الموظف يقدر يتهيئ دائما ويدخر جزء من راتبه حتى انه يكون يعني محضر المصاريف المتعلقه بهاي المناسبات يمكن عبير هل هذه تاتي من ضمن انت ذكرتها قبل شوي دكتور ولكن هي ليست هذه الادخار ليس من ضمن ال 12% ال 12% للحالات الطارئه هذا صحيح؟ احنا بنسميه 10% مصروف الطوارئ نعم جميل اليوم الاسود انا اسمي 12% هذا ادخار نعم. ايوه بالضبط في عندك 10% من الراتب طوارئ مناسبه لزميلتك فرح كذا هديه بتاخذ من ايش من مصروف 10% من راتبك اللي هو بنسميه مصروف الطوارئ نعم. الادخار هذا خط احمر ما تمسكيه المفروض ان انت بتبرمجي نفسك انه انت ما تدخري في بعض الاشخاص مثلا عبد الله بينزل الراتب بضل يصرف عبد الله روح وقع لي مع البنك انه يقتطعوا ما يعادل 15% من راتبك ويصعب الوصول اليه بحيث انه انت هذا كل مدخر انا ايش عملت عبد الله برمجت اقتطعت جزء من راتبك وقلت لك اصرف ما تبقى صحيح لانه اذا خليت لك الراتب كله حتصرفه عبد الله صح ولا لا صح طبعا صح. طبعا اكيد فهذه هي عباره عن صياغه برمجه صياغة. عمليه عشان انت تدخل زين نحن الحين وصلنا الى نسبه 22% بنشوف لين وين لين وين موضوع المناسبات طبعا موضوع المناسبات والاعياد طيب خلينا اعطيك اللي هو نظام كيف تكون انت شخص خمس نجوم جميل. في مصروفك عندك انت المصروف 55% المصاريف الاساسيه احنا هذه معروفه واضح صحيح. 55% جميل وعندنا 10% طوارئ هاي 65 نعم وعندنا 15 تعليم نعم هاي 80 وعندنا 8 مساعده للاسره هاي 88 وعندنا ادخار 12 هاي 100% اذا انت بتكون هيك شكلك خمسه نجوم جميل. يعني عارف ترتب كيف مصاريفك جميل. احسب هلا راتبك شوف مصاريفك الاساسيه ما تزيدش عن 55% واذا طلع ماينس مشكله الله يستر اذا انت عندك سوء اداره في الراتب لا اكيد كثير اعطيك استشاره عشان نرفع ترى اقول لك القصد دكتور ان كثير من الناس فعلا يقع في الماينس ولكن هذه الناس هو يصرف الراتب قبل لي هذه مشكله رئيسيه ان الانسان اللي يصرف على التوقع أنا حكيت. على التوقع انا اتوقع نعم اخطر مصروف اوعى عمرك تصرف بناء على توقع هذه تصرف مصروف فعلي بناء على ايراد متوقع انا بيني مشروع الشهر الجاي جايب لي كذا أيوة. بصرفها بالضبط. قبل لا تي وميت ما بنخلص يا عبد الله دكتور اليوم نحن في شغله انا احكي لكم عليها عبد الله ويمكن انت وعبير بتصير معكم تفضل. لما بينزل الراتب انا حكيت المره اللي فاتت انه في عندك هرمون السعادة بيرتفع فبتصير تصرف بلا وعي عبد الله بعد ما بتصرف 70% من الراتب أول أسبوع بيرد نخفض عندك هرمون السعادة وبيرتفع عندك هرمون المسؤولية فبتصير إيش أنت حريص في الصرف في 30% أعطيك معادلة اعكس المعادلة صحيح. أول ما ينزل الراتب شد الحزام أيوة يعطيك العافية دكتور اصرف 30% في 21 يوم وخلي ال70% في آخر أسبوع أنا متأكد حتتدخر ما بين 10-20% من بعد أكيد دكتور نحن لنا لقاءات كثيرة مع بعض وأكيد دائما الناس تستفيد من روحك الطيبة والمريحة وأيضا في سرد الحديد بشكل خلي. جميل كل الشكر لك وإن شاء الله اللقاء القادم توعدنا إن شاء الله يكون في الاستوديو قبل العيد وان شاء الله تكونوا انتم مدخرين مش مصرفين ان شاء الله الله يسمع منك تسلم دكتور يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب